يحتوي معرض أهل المدارس بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر على كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%. شعار افرح وفرح ولادك انطلق معرض أهل المدارس الرئيسي بمدينة نصر بعد افتتاحه رسميا بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لعدد من المنتجات. احنا السنة دي تقريبا تامن نسخة لمعرض أهل المدارس، عندنا فوق 170 عارض موجودين السنة دي تحت سقف واحد، مشكلين طبعا من كل الأنشطة اللي بتهم الأسرة المصرية بالذات في وقت دخول المدارس، سواء من الأدوات الكتابية أو الكمبيوتر، الأحذية، الشنطة المدرسية، الملابس الجاهزة، قطع المواد الغذائية. عندنا الشنط المصرية وعندنا الألماني، عندنا البرتغالي، عندنا الأسباني، عندنا جميع المنتجات عندنا حضرتك بإذن الله. كل مستلزمات الادوات المدرسيه اللي اوردنا الطلاب موجوده باذن الله. في تخفيضات من اول 25% 50% 100%، 25% على كل المنتجات، 50% للايتام، 100% لابناء الشهداء. المنتجات طبيعيه كلها بيور، زيوت واعشاب. زيوت زي زيت الزيتون، زي زيت جوز الهند، زي زيت اللوز، زيت الجرجير، زيوت الطبيعيه عامه، فدي بتبقى مفيده للبشره، تبقى مفيده للشعر. فكره كويسه جدا انك انت اي حد ينزل المعرض يلاقي كل الاحتياجات بتاعته موجوده فيه. المعرض يقام هذا العام بمشاركه اكثر من 170 عارضا الى جانب كبرى الشركات المنتجه بهدف توفير المستلزمات المدرسيه من ادوات دراسيه ومواد غذائيه وملابس بجوده مناسبه واسعار مخفضه. بيبقى كل حاجه بنجيب المستلزمات المدرسيه كلها من المعرض وما فيش مشكله بدل ما نروح من مكان الى مكان تاني. هو الحمد لله الأسعار كويسة وحلوة وممتازة ومريحة وكل الطلبات مجابة وموجودة وكل الأشياء موجودة الحمد لله. يعني في أشكال حلوة وأشكال متنوعة ويعني أشكال جديدة ما شفتهاش قبل كده، الحاجات شكلها حلو. جهود مستمرة لأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات، كما تعد المعارض المختلفة نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.